بنتي نوال، بنتي نوال، ايه يا زهرة؟ ايه في ايه؟ ثلاثة اغتصبوها والدكتور فهمي بيقول محتاجة عملية. هو ايه اللي حصل فيه ايه؟ لأنها العجلة عملتها معانا. هو ده وقته برضه؟ معلش بقى. العظيم يا رب، مش عارف اصطبحنا بوش مين النهارده. فين العجله دي؟ انت العجله يا بنات. خدي جايبالي وجع القلب على طول. غطي بطنك بالحزام ده. وبعدين يابا انا بقيت في نص الشهر التالت وبطني عماله تكبر. انا مش عارفه هنعمل ايه. هنقول لاخوكي ايه؟ كان لازم تقولي له ساعه المصيبه دي ما حصلت. انت شايله هم اخويا؟ انا شايله هم الناس والفضيحه اللي انا فيها ديت. كان لي فين بس القرف ده كله؟ عملتي ايه يا نوال؟ ما تخافيش، جبت لك الحقنه اللي هتنزل لك اللي في بطنك. الحقن دي مش خطر عليا؟ يعني هم عملوها عشان يموتوا بيها الناس. طب في حد قبل كده جربها؟ بيقولوا في ستات كتير جربوها. بقول لك يا زهره، انت لو خايفه بلاش. بلاش ازاي يا نوال؟ انا بطني كل يوم والتاني عماله تكبر عن اليوم اللي قبله. روح بس فين من الناس؟ الناس؟ الناس ولا اللي انت فيها؟ انتي اللي سكتي يا زهرة. كنت عايزة اعمل ايه بس يا نوال؟ تعملي ايه؟ تقلبي الدنيا وتهديها، تروحي تبلغي عن ابن الكلب اللي عمل العملة السودة دي. ما قدرتش، كنت خايفة
جدا، خايفة من الفضيحة. الفضيحة؟ الفضيحة ولا اللي انت فيه؟ قوليلي بقى لما تتجوزي هتعملي ايه؟ هقول له الحقيقة وهيصدقك؟ ان شاء الله عدله وصدقني. كفاية اللي انا فيه، انا خلاص كنيتي جنس الرجالة، كلهم عايزين الحر يا نوال، كلهم عايزين الحر. مالك يا زهرة واقفة كده ليه؟ لا اصل بنت اللي دخلها من شويه دي صعبت عليا قوي. اصل اللي يعمل كده يستحق الاعدام. يستحق القتل. ولاد الكلب. زهرة مساء الخير. مساء النور. ممكن نتكلم مع بعض شوية؟ هو مش انت اللي ايوه انا اللي قلتلك قبل كده ان في شغلانة ممكن تعوضك عن كل شقة والتعب اللي شفتيه في حياتك؟ مش معنى اخترتني انا بالذات يعني. تفتكر ينفع نتكلم هنا في موضوع مهم هتكسبي منه نص مليون جنيه؟ لا بقولك ايه، انا مش اللي في دماغك دي خالص. ما تفهمنيش غلط. طب قول عايز ايه. خلصنا. طيب ممكن نتكلم في العربية؟ ما انت لما قلتش عايزين همشي وسيبك دلوقتي حالا. استني يا غبية، ده بيقول لك نص مليون جنيه، ما اشوف اخرتها ايه معاك. صدقيني انا عايز مصلحتك. حاضر حاضر. طيب يا اللي بتخبط اهلا. السلام عليكم يا خالتي. عليكم السلام. ازيك يا زهره؟ هو فوزي هنا؟ موجود. بتهيالي انك لسه راجعه من الشغل. هو كمان لسه راجع ويا دوبك دخل يستريح. اما اشوفهولك يا فوزي. فوزي فوزي اهلا يا زهره. طورتي. ازيك يا فوزي؟ انا عايزه افهم موضوع خطير جدا. يا ساتر يا رب. ايه خير؟ مش عايزه حد يسمعنا. تشربي حاجه يا حبيبتي؟ لا كتر خيرك يا خالتي. بصي يا ماما، اعملي لي قهوه على العين الصغيره دي وسيبيها تغلي بقى زي ما هي عايزه براحتها. حاضر يا حبيبي. حاضر من عينيا. ايه الموضوع الخطير اللي انت عايزني فيه؟ في واحد عايزني اقتل الحاج فجر على الجبل يسرى. طب وانت عرفت ازاي؟ وانت قابلتي؟ هو اللي قابلني. قابلك فين؟ جالي مره في المستشفى، والمره التانيه لقيته لابد لي قدام باب المستشفى وكان عايز اركب معاه العربيه وانا ما رضيتش. وما قالكيش هو عاوز يموته ليه؟ ما قالوليش، هم عايزين ننفذ وخلاص. تنفذ ازاي يعني؟ بأنهي طريقه؟ اديله حقنه هوا وهيدوني نص مليون جنيه. طب تعالى زهر. وانت رايك ايه؟ امال انا جايه لك ليه؟ انا بس خايف من حاجه. حاجه ايه يا فوزي؟ لو ما نفذتيش كلامهم مش هيسيبوك في حالك. ليه بقى؟ ان شاء الله انا حره. حره ازاي؟ ما انت كده خلاص عرفتي سرهم. خلاص انا هقول لهم عايزه مليون جنيه. كده تبقى عجزتيهم. المهم انت قلت له انك موافقه؟ لا طبعا، هو انا رميه؟ قلت امص دمهم الاول. طب افرض بقى يا فالح ما شفتش خلقتهم تاني. لا من حد تطمني هتشوفي خلقتهم تاني وتالت ورابع لحد ما تنفذ اللي هم عايزين. اللي هم مين يا فوزي؟ اموت واعرف هم مين. وتموت ليه؟ واحنا عندنا كم زهر؟ مش المفروض كان يدوني عربون؟ ما هو ده بقى على حسب اتفاقك معاهم، وتسيبي الباقي عليا انا. ناوي تعمل ايه يا فوزي؟ بعدين اقولك، المهم دلوقتي نمشي خطوه خطوه. طب انت مش شايف ان الموضوع ده في خطر علينا شويه؟ ولا يهمك، طالما معايا ما تخفيش.